رشا، انتي ممكن تاخدي السكوتر بتاعتك وتمشي بيها لوحدك، مش لازم تبقوا في فورميشن لا او في لا المشاوير مجموعة. كلها لوحدي. بتنزلي الصبح كده في اسكندرية في شوارعها؟ وفي يعني البنات بيوصلوا اولادهم الصبح المدرسة، بيرجعوهم بالليل، التمارين، الدروس، كله بالسكوتر. يعني تماما متعايشين عادي يعني. جدا بالسكوتر، يعني مش بس الرايد لا بتاعت هي كل وسيلة جمعة. مواصلات مش صعبة اساسية يعني؟ يعني مش، طيب لا مش صعبة. هي زي العجله بالظبط، بس الفرق بفكر والله. انت في العجله بتبدلي. هتنبسطي يعني. لا انا ما بركبش عجله سهله. لا بس اللي بيعرف يركب عجل يقدر يعمل يركب سكوتر، يعني عشان التوازن. انا لا صح بسمع كلها. ايوه ينفع. لا ينفع. انت اللي هتوصفيني يا رشا. اسمع كلامي. ايوه عشان التوازن يا جماعه. هصير زي ما بخصمك على صح هخصمك. عدي الليله. هتسهل عليكي بالظبط. يعني بدل ما ابدا اوزن نفسي على سكوتر على حاجه تقيله، العجله يمكن شويه بتساعد في الموضوع ده. انا مراتي كانت العكس، مراتي انا ما بتعرفش تسوق عجل خالص ولا عمرها في حياتها ركبت عجل. سقت سكوتر الاول وبقت بتلف في اسكندريه كلها، بعد كده مره قالت انا عايزه اسوق عجله، قلت لها ماشي اركبي. هي اتفاجئت ان هي ركبت العجله ومشيت. هي خلاص اخذت البالانس من السكوتر. التوازن بتاع العجله نفس التوازن. هو بالظبط، بس الفرق العجله انت بتبدلي، السكوتر بنزين بس، مش حاجه ثانيه.